حتى سوريا ما لك عدا في مين بيحمي الدار وانت واقف ضده. يا شباب سوريا يلا قوموا يا رجال لا نحمي الوطن الغالي من بشر والهندال. قبضنا عليك وانت رايح من المطار ومتخبي بشنطة السفر وما تحاول تنتحل شخصية حدا كبير بالدولة، مفكر حالك فهمان طريقة جديدة يعني. لك نحن الأمن ولك شوفوا لك نحن إذا السمكة قاعدة بالبحر ما تفكر بالدولة منعرفها أنه سمكة، وإذا الطير طاير بالسماء ما يفكر إنه يعمل ثورة علينا إما منعرف إنه هذا الطير. فهمان ولك أنت ما مين ومين جماعتك وشو مذهبك مين وراك ومين قدامك ومين بيدعمك ومين ما بيدعمك ولك مع مين بتاكل ومع مين بتشرب ومع مين بتنام ولك. ما تزعك علينا ولك ما تزعك علينا هلق أنت يعني ما تلبس شخصية واحد وتخوفنا فكرة إحنا منعرف مين الحقيقي ومنعرف مين الكذاب ولك. ما تسمع سمعش غير ما هيك ما هيك ولك ولك نحن الأمن ذكائنا وصل لأمريكا. بتعرف إنه بأمريكا بعتنا له لأوباما هذا الرئيس الأمريكي بعتنا له على الديكي قل له أوباما كيفك فيها خلصت والله بسوريا كيفك فيها ولك ولك لك نحن سوبرمان نزلناه هيك من جاكيته وكلنا نزلت. تعرف لك نحن من علمك الطيران الوطوات بتعرف الوطوات ما هيك ما بتعرف الوطوات الوطوات مسكناه هيك من الحيط وكلنا ننزل ولك ننزل نحن ساسوكي انت بتعرف ساسوكي ما هيك ساسوكي نحن خلينا ساسوكي يختفي ونحن مسكناه من اي مكان تاني وطلعناه ونزلنا فينا طح نزلنا فينا طح نزلنا فينا طح لك طلنا قتل لك انت بتعرفنا ما بتعرفنا واخر شيء بلقيت معك رسمي يعني فزات ما هيك يا حيوان لك نحن انت بتعرفنا جريندا اذا قطعنا وخماسي خماسي شخصيه خمسة اجزاء علميه بتحدد في جسم واحد مسكناها هي خمسة اجزاء ومزقناها تمزيق حركنا نفس امها انت بتعرفنا ما بتعرفنا بهك. ما تنتحي شخصية سيادة الرئيس يا حيوان واخر شي بدك تهرب شنطة السفر. لك نحن الامن ذكائنا هذا بده يسود العالم كله. اعترف مين انتو لا اعترف مين انتو لا اعترف مين انتو لا مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟ شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو